الاوزبكي بالرقم 20 عمرو سراج الجهة اليمنى سيف فو. لكن الحديث كل الحديث في الايام الماضيه عن انه خانه المهاجم من سيعوض هذا الموضوع. لمس الاولى راجح واتى باللاعب ابراهيم الصاد. الغرافه الان ستكون مشكله كبيره جدا ان في الدين وصلت بعد ذلك الى ياسين. الكرات هنا، المرور هنا، الخطر هنا، المعالجه التي تاتي من قبل في عمليه ابعاد الكره وصلت الى ياسين. عنده ياسين، راح ياسين، لكن الكره بالنسبه للالقاب عز الالقاب مع الغرافه مهرات. عنده الكره، السلام موجود، ينقل الكره الاماميه، لكن اسلم يبعد الخطر، عرفان يبعد الكره. وبرافو عرفان، برافو عرفان اللي يعني حد كثيرا من ياسين ابراهيم. من سيعوض